خليني أسأل حضرتك سؤال، لماذا مصر بالتحديد؟ يعني دي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط يكون فيها جامعة تحمل اسم اليابان خارج الجزر اليابانية. بداية أود أن أقول أن مصر هي دولة محورية في أفريقيا والشرق الأوسط، وفي أيضا تحت المكانة عالية في سياساتنا التنموية، وطبعا التعليم هو مجال مهم جدا، ومصر هي مثال جيد جدا للتعاون مع الشرق الأوسط وأفريقيا. نحن عملنا جيدا مع مصر للعمل على تطلباتها أو متطلباتها الخاصة بالتعليم، ونحن عملنا معا لفترة طويلة، وطبعا لإنشاء هذه الجامعة والتي أصبحت حقيقة واقعة، ونحن سعداء جدا لوجود هذا النوع من التعاون مع مصر. طيب، حجم المنح التي تقدمها بلادكم اليابان لمصر في هذا المجال تحديدا؟ أود أن أذهب أعود إلى عدة سنوات ماضية عندما زار الرئيس السيسي اليابان في 2016. لقد كان هناك اتفاقية بين مصر واليابان والتي يطلق عليها الشراكة المصرية اليابانية من أجل التعليم. لقد تعاوننا لتطوير التعليم بشكل كامل في مصر، ونحن بالفعل أنشأنا الجامعة المصرية اليابانية للتعليم والتكنولوجيا، وأصلا هناك تعاون في مجال التعليم بشكل عام منذ رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية. وطبعا المشروع المحوري في هذا المجال هو ما يطلق عليه المدارس المصرية اليابانية. إنها كانت تحديا كبيرا لنا، حيث أن الجانب المصري يود أن يقدم نظام التعليم الياباني في التعليم، وطبعا التعليم له خصوصية في كل دولة، ولكن مع إجراء مناقشات عديدة مع الجانب المصري قررنا إدخال النظام التعليم الياباني في مصر والمتمثل في أنشطة التوكاتسو، وهذا سوف يساعد التوكاتسو سيساعد بشكل كبير على تنمية الجوانب المتعددة للأطفال معنويا وفيزيائيا من جميع النواحي من خلال ما يعرف بالتنمية الشامية للطفل. ونحن في هذا المجال قررنا عقد تعاون فني مع الجانب المصري، حيث يستطيع المدرسين المصريين تدريس النظام الياباني للأطفال.